يقول السائل: أنا من أهل الطائف، أحرمت من البيت، صليت سنة الإحرام في الميقات ناسيا أن علي السروال، ولم أتذكر هذا الشيء إلا وأنا في مكة عندما توضأت، وحتى هذه اللحظة لم أبدأ العمرة، فماذا أفعل؟ عليك تخلع السروال، ولا عليك شيء في النسيان، ما دام أنك ناسي ما عليك شيء، اخلعه إذا تذكرت وفطنت يجب عليك أن تخلعه ولا شيء عليك. أما إن بقي عليك بعد ما ذكرت يكون عليك فدية لأنك تركته وأنت تعلم أنه ما يجوز. نعم.